أبتدأ في المحور الأول. المحور الأول سيكون في تطوير العمل السياسي الكويتي. نقول فيه الآتي: لا تقدم سياسي بلا عمل جماعي تكاملي يقضي على العمل الفردي وتقصيره، ولا إصلاح سياسي بلا قوانين تحقق الاستقلالية والحيادية في تنظيم العملية الانتخابية، ولا تعبير عن إرادة الناخبين بحرمان المواطنين عن حقهم الدستوري المكتسب بالانتخاب والترشيح، ولا حرج بل الواجب أن يعلن النواب علنية موقفهم في انتخابات مكتب الرئاسة، فهو أول أداء سياسي للنائب يضعه الناخب في ميزان التقييم. ولا يمكن ربط سيادة الأمة وانعقاد جلسات مجلس الأمة مشروطاً بحضور الحكومة للجلسات بتناقض صارخ لمبدأ سيادة الأمة وقيام النواب بواجباتهم التشريعية والرقابية. 1. قانون تنظيم الجماعات السياسية. يجب أن ننوه أن كل ما ورد في هذا المشروع هي اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء مجلس الأمة موجودة داخل البرلمان. هذا عمل لم نبتدئ احنا، هو موجود ومقدم في تواريخه وأسماء مقدميه من النواب في البرلمان الحالي. قانون تنظيم الجماعات السياسية. 2. تعديلات اللائحة الداخلية، وتندرج ضمن 3 تعديلات رئيسية: الانتخاب لمناصب مكتب الرئيس المجلس بالاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم، أي بمعنى أن يكون تصويت الرئاسة للبرلمان تصويتاً علنياً. هذا أول تعديل مقترح في مشروعنا للإصلاح السياسي، أن يكون التصويت علنياً. هذا المشروع اللي قاعد يهاجموننا في أيام رغم صمتنا بأنه هو مشروع محاولة لتحصين الرئيسين، أول أمر نذكر فيه أن يكون التصويت للرئاسة تصويتاً علنياً. باء إلغاء لجنة الأولويات، مادة 43 مكرر والمادة 120. أنتم تعلمون أن جزء كبير من توغل الرئاسة ولعبها في المشهد السياسي كان يكمن في لجنة الأولويات التي تم استخدامها أسوأ استخدام، فلذلك أولى مراحل مواجهة الرئاسة هي بتغيير اللائحة الداخلية بإلغاء لجنة الأولويات. 3. عدم تصويت الحكومة في المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي للمجلس. التعديل الآخر: المفوضية العليا للانتخابات يشمل قانون المسيء والتصويت حسب العنوان المسجل بالهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأنتم تعلمون أن كثير من المشاكل أو الشبهات التي أثيرت في صحة نتائج الانتخابات كانت تتعلق بأنه لا يوجد هناك جهة حيادية تشرف على إدارة الانتخابات. تعديل الدوائر الانتخابية بين قوسين 5 دوائر بالقوائم النسبية، وهذا القانون كذلك مقدم من النواب عبد الله المضاف ومهند ساير وبدر مولى عبد الكريم الكندري ومهله المضاف في تاريخ 29 ديسمبر. وكل القوانين التي ذكرناها والتعديلات والتي سنأتي على ذكرها هي قوانين مقدمة موجودة لديهم. 2. محور الحريات. نقول فيه التالي: حماية الرأي وحق التعبير ضمانا للحوار الديمقراطي والبناء، وتأكيداً للدولة الديمقراطية التي يتمتع مواطنيها بالحرية والمشاركة بقضايا الشعب والوطن، وهذا يتطلب نزع القيود التي كممت الأفواه وكبلت أصحاب الرأي السياسي والوطني، فتراجعت الكلمة المسؤولة التي تساهم في بناء الوطن وتقدمه ونهضته. 1. تعديل قانون المطبوعات والنشر. 2. تعديل أو إلغاء قانون تقنية المعلومات. 3. تعديل قانون المرئي والمسموع. 4. إضافة مادة جديدة بقانون الجزاء لتعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي دائما يستخدمونها ويفسرونها تفسيرات معينة تخدم مصالحهم لشط مرشح عن آخر.
إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي لقضايا الرأي الخاصة بالإساءة للدول الصديقة. 7 قانون حظر القيود الأمنية الغير دستوري. 8 تخفيض مدة رد الاعتبار لسنة واحدة لإحكام الجنايات وإلغاء مدة رد الاعتبار لإحكام الجنح. 9 تعديل قانون التجمعات بما يسمح بالتجمعات السلمية دون ترخيص. المحور الثالث وهو المحور المتعلق بقوانين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. نقول فيها أن الجدية في محاربة الفساد تتطلب الشفافية بالإجراءات والمعلومات والقرارات، فالشفافية هي الإجراء الأول والمستحق في مكافحة الفساد وأدواته وشخوصه، فلا يستقيم الدعوة أو الادعاء بمكافحة الفساد والتعتيم بذات الوقت على الإجراءات والمعلومات والقرارات. وهناك حزمة قوانين مقدمة فيما يتعلق في هذا المحور لتعزيز الشفافية. أولها قانون حظر تعارض المصالح. 2 قانون حق الاطلاع على المعلومات. 3 تعديل قانون حماية الأموال العامة بوجوب نشر قرارات حفظ التحقيق في قضايا المال العام. 4 نشر تقارير أداء سنوية ودورية عن أعمال الهيئة العامة للاستثمار والصناديق الاستثمارية. 5 تعديل قانون حماية المبلغ. 6 تعديل قانون الذمة المالية. 7 قانون في شأن تطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي. 8 تعديل قانون جهاز المراقبين الماليين. 4 محور تنظيم وتعزيز استقلالية القضاء. نقول فيه أن معيار بسط وكف سلطة القضاء يكون لمزيد من العدل والتنظيم بين السلطات الثلاث دون إفراط أو تفريط لكل من صلاحيات مجلس الأمة الدستورية ورسالة القضاء ومسؤولياته. 1 إنشاء المحكمة الدستورية العليا. 2 قانون مخاصمة القضاء. 3 تنظيم القضاء، وتنظيم القضاء تندرج من ضمنها 3 نقاط رئيسية. ألف تحديد مدة زمنية 5 سنوات غير قابلة للتجديد لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام. باء إلقاء تمثيل وكيل وزارة العدل في المجلس الأعلى للقضاء ويشغل المنصب بديلا عنه رئيس إدارة التفتيش القضائي. تاء تحديد عدد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل المناصب القضائية. 4 تعديل قانون محكمة الوزراء. 5 إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر بمسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية وعدم اعتبارها من أعمال السيادة. 6 نقل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي للنائب العام. 7 قانون توحيد الدعوة العمومية بضم قضايا الجنح إلى النيابة العامة. سنأتي على محور الإصلاح الاقتصادي، وهي رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام، وقد قدمها 29 أكاديميا كويتيا متخصصا في علوم الإدارة والاقتصاد. اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر أحادي للدخل يضعه أمام تحديات كبيرة وخطيرة، حيث أن تقلب أسعار النفط وانهيارها كما شاهدنا في أزمة كورونا 2020 أمر قد يتكرر مستقبلا ولمدة أطول وبأسباب مختلفة، مما يشكل تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين وأمنهم الاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة. فإصلاح هذا الخلل وإنقاذ الاقتصاد وجعله اقتصادا مستداما من خلال وقف الهدر المالي ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل مسؤولية الجميع. 1 رفع رسوم أملاك الدولة المقدمة للقطاع الخاص. 2 فرض ضرائب على أرباح الشركات. 3 اشتراط الإدراج في بورصة الكويت على الشركات المشاركة في المناقصات ذات القيمة العالية. 4 رفع نسبة العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص وسحب الدعم الحكومي من الشركات الغير ملتزمة بالنسبة المقررة. 5 إنشاء شركات حكومية أو مساهمة كويتية لتحويل النفط
إلى مشتقات نفطية من أجل تعظيم إيرادات الدولة وتمويل ميزانية الدولة. سادساً، زيادة رسوم الانتفاع مقابل السلع والخدمات العامة، وهذا يجب أن يكون بقانون، تعديل المادة 79 من القانون رقم 1995. أي وذلك لكيف يد الحكومة الزيادة. مقدم من النواب محمد المطير، صالح الشلاحي، خالد العتيبي، الصيفي الصيفي، تامر السويط، وذلك بتاريخ 18 فبراير 2021. سابعا وأخيرا بما يتعلق في محور الإصلاح الاقتصادي، تعديل قانون المناقصات العامة بخصوص تصنيف المقاولين ومشاركة الشركات الأجنبية. سادسا محور الخدمات، الأزمة الإسكانية، وهي مجموعة من الاقتراحات تم تقديمها من قبل النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي. واحد، زيادة رأس المال بنك الائتمان بتمويل من احتياطي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لحل مشكلة أوامر البناء في مدينة المطلع والمناطق الأخرى الجاهزة للبناء. اثنين، ضريبة الأملاك العقارية. ثلاثة، احتكار الأراضي الفضاء. أربعة، إنشاء هيئة العقار. خامسة، رسوم التسجيل العقاري للسكن الثاني. ستة، تعرفة الكهرباء والماء للسكن الثاني. سبعة، تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية. ثمانية، استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان. نأتي الآن على ذكر محور المتقاعدين. ألف، إنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية، نظام الاستبدال. باء، توزيع مكافأة مشاركة نجاح على المتقاعدين على لا يقل المبلغ المخصص من الأرباح لتوزيع المكافأة عن 25 من إجمالي صافي الأرباح المحققة. 25%. نأتي على ذكر محور الصحة، نقول فيه: واحد، تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل أفراد المجتمع. اثنين، بناء أنظمة صحية ذات جودة عالية وفقا لمعايير السلامة والاعتراف العالمي. ثلاثة، تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع الكويتي والتركيز على الوقاية من الأمراض المزمنة. أربعة، تطوير النظام الصحي من خلال إعادة هيكلة القطاعات الصحية وتحسين بيئة وأنظمة العمل وفقا لمعايير الجودة والشفافية. خامسا، تطوير منظومة مالية مبنية على بيانات اقتصادية صحية. ستة، بناء القوى العاملة الوطنية ذات الكفاءة العالية. سابعا، تطوير نظم المعلومات الصحية لتأسيس بنية تحتية معلوماتية لمتخذي القرار وتنظيم البرامج الطبية وإنشاء منطقة الصناعات الدوائية وإنشاء مركز طبي متكامل لعلاج المرض. نأتي على ذكر قضية البدون أو أزمة البدون. قانون جمعية المحامين المقدم بتاريخ 29/10/2019 الذي يقضي بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية. وأخيرا في مسألة التوظيف، واحد، تكويت الوظائف العامة. اثنين، تنظيم الوظائف القيادية والضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في الجامعات الخاصة. أما الملفات ذات الأولوية بالنسبة لهذا المشروع المقدم، واحد، استكمال ملف العفو، واثنين، استكمال عودة الجناسي. هذا بالإضافة إلى إثارة ومتابعة أهم ملفات الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ونختصرها في ملفات الفساد بميزانية التسليح وصندوق الجيش واليورو فايتر والصندوق الماليزي والقسائم الزراعية والصناعية وفساد الهيئة العامة للاستثمار، وأخيرا في التعدي على أملاك الدولة. هذا المشروع سيوزع على وسائل الإعلام بعد انتهاء المؤتمر، وسيتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع عليه من قبل الشعب الكويتي.